بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عمرو إبراهيم في سلسلة دروس دورة الاسكتش أب. اللهم إني نويت أن أهب مثقال ذرة علمي لوجه الله وصدقة جارية على روح أمي. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم أمين. اليوم إن شاء الله هيكون الدرس الرابع من دورة الاسكتش أب. خلينا نبدأ، هنتوجه إلى البرنامج. أنا فتحت التمبليت الخاص بالمعماري اللي بالوحدة اللي هي المترية. في الدرس السابق اتكلمنا عن العناصر اللي هي تخص الرسم، وعرفنا البرنامج بيعمل سكتش لكذا شكل أساسيين، أشكال هندسية جيومتري، وعرفنا ثلاث أوامر يخصوا التعديل ومهمين زي الموف وزي البوش والبول وزي أمر روتيت. الثلاث أوامر اللي بعد كده المسؤولين عن التعديل، حاجة تخص الإسكيل إزاي أكبر شيء وأصغره، وحاجة اسمها الفولو مي ممكن أستخدمها في الوزارات وأعمل بيها كرانيش وحاجات كتيرة، شكل وباث زي اللي في الريفت بالظبط، وحاجة اسمها أوفست لو عندي حاجة عاوز أخد منها أوفست، شيء متوازي بيبعد بمسافة ما. طيب خلونا نطبق بشكل عملي ازاي نقدر نشتغل الشغل بتاعنا المعماري ببرنامج الاسكتش اب. اول حاجة الراجل ده اعمل سيلكت عليه وديليت، بعد كده اطلع على الكاميرا خلي الكلام دوت متوازي كده، اختار الكاميرا واختار الخيار ده. بعد كده لو فرضنا ان انا عندي قطعة ارض عاوز ارسمها، قطعة ارض وهبدأ اعمل عليها شغل وهقسمها والكلام ده، مستحب انا عايز ابص من المسقط الافقي، يعني محتاج اختار من الفيو ده الفيو اللي يناسبني، انا اختار التوب. تمام، فكده شكله ادي الاكس وادي الواي، والزد عمودي على عينيا فبالتالي مش شايفه، وانا خليت زي ما قلت لكم الكاميرا باراليل علشان ما يحصلش خطأ او تهريب. لو فرضنا ان انا نقطة الاورجن بتاعتي اهي وعاوز اعمل مستطيل على شكل قطعة ارض مثلا، فرضنا ان انا هجيب القلم وحاجة عند نقطة الاورجن فبيقول لي اورجن، وهدوس كده واطلع في الاتجاه ده، هلاقي المؤشر هنا بيعد، هقول له انا عاوز طول مثلا 30 متر 30 انتر. تمام كده. طيب وبعد كده عاوز العرض بتاعي ده 25 متر انتر، وعايز انزل كده كده بيأكد لي ان انا قدام النقطة بالظبط كده وكده. اخرج من الامر اعمل ايه، ادوس اسكيب واختار سيلكت اللي انا عملته ده، الحركة اللي بتحصل دي علشان ان انا مخليها بارل لكن برسبكتيف اهي. اللي انا عملته ده شوية خطوط فكونوا لي سطح. تمام، انا مش عاوز السطح الغامق ده، في اوبشن لما اعمل سيلكت عليه ادوس كليك يمين اقول له ريفرس فيس، يعني خلوه لي ابيض، اللي تحت طلع فوق واللي فوق نزل تحت. تمام كده. انا معتبر دي قطعة الارض بتاعتي، ابص من التوب اجيب المقاس الدايمنشن ده مثلا واجي عند النقطة دي والنقطة دي اهو، ده بيأكد ايه الاطوال اللي انا عملتها كده، ادي طولها وعرضها. لو انت عاوز تغلي الدايمنشن دوت يبقى اللاين مع الخط مفيش مشاكل، او عايز تخليه على الشكل زي ما هو مفيش مشاكل. بعد كده دي قطعة الارض بتاعتي اللي فرضنا هعمل عليها البيت او المشروع اللي هجربه على البرنامج، عاوز اخد مسافة حرة تبعد بمسافة ما مثلا وليكن من الاجناب 5 متر ومن قدام 10 ومن ورا 5، عاوز اقيس يعني، بس هنا ما عنديش امر اوفست لكن عندي امر ممكن اعمل كوبي عن طريق موف، ممكن اخترت الخط ده كده او الخط ده اهو مثلا الايدج ده واقول له موف، واجي من هنا اقف على اي نقطة واقول له ادي زرار كنترول فظهر لي موجب واقوم ساحب كده، هو كده فري معايا وهنا القيمة دي بتتغير. دي طريقة ان انا اعمل ايه، ان انا اخد كوبي من اي ايدج بمسافة 5 متر وليكن 5 انتر، يبقى ده اتنسخ من الايدج ده على بعد 5 والمقاس اهو ده اللي بيأكد. تمام. طيب دي طريقة، لكن خليني اعلمك طريقة تانية افضل عشان تبقى مركز وتستخدمها دايما. في هنا أداة اسمها التاب ميجر تول، لما بتختار
التيب ميجر تول دي، اسف في الاسم لو غلطت فيه في الاول، تاب ميجر تول دي، ده عامل زي المتر كده. انا عاوز اخد من الجنب مثلا حدود كده اعملها اللي هي كانها المسافات الحره حوالين الفيلا، زي ما انتوا عارفين قطعه الارض في مسافات حره وبعد كده المساحه اللي انت بتبني عليها الدور الارضي. انا عاوز اخد من الجنب ده 5 متر. هاجي بعد ما اجي اختار الاداه دي واجي على الايدج ادوس واسحب كده للداخل واكتب ال5 متر اللي انا عايزها. انتر، عمل لي خط كده داش مساعد. وعاوز اعمل مسافه حره من الخلف من الايدج ده، ادوس كده واسحب، انا عاوزها يا سيدي برضو 5 متر. باجي على الايدج كده بيقول لي انت اون ايدج، وادوس واقوم ساحب للداخل كانه بياخد اوفست وجاهز، وبقول له على بعد 5 بالكيبورد وانتر. عاوز المسافه الاماميه وليكن تبقى 7 متر. يبقى انا اللي انا عملته ده ايه؟ خليني اخرج من الامر وافهمك. اللي انا عملته ده قطعه ارض عادي رسمتها بالقلم، حطيت لها دايمنشن باكد، وبعد كده استخدمت التيب ميجر تول الشريط المتر ده، وجيت بكيت على اي ايدج وسحبت كده فبيعمل لي الخط اللي انا عاوزه زي ما قلت لك اهو بيأكد. بعد ما انا عملت المسافات الحرة بتاعتي دي وحدود قطعة الارض، عاوز اتأكد اعمل دايمنشن من النقطة دي للنقطة دي وارفعه فوق كده اهو المسافة الحرة بتاعتي، وعاوز دايمنشن من هنا لهنا عشان احدد عرض المبنى بتاعي كده كده، وعاوز مقاسي يبين لي الجزئية اللي هي دي مع دي كده ماشي، وكده وكده كده. مبنى صغير هنشئه او فيلا صغيرة او هعتبرها استراحة كده مثلا، مش ده الكلام اللي انا حققته؟ طيب لما اجي ابص كده مش ده الكلام اللي انا حققته؟ الارض بتاعتي عرفت ازاي اعملها خط ودايمنشن، بعد كده المسافات الحرة عملتها عن طريق الأداة بتاعت المتر دي عشان أقدر أشتغل. نشتغل في المبنى ولا نشتغل في السور شوية؟ طيب خلينا أديك فكرة عن كله. الأداة اللي أنا عملتها دي لو أنا حابب أتخلص منها اللي هي زي الخط الداش لاين ده الأوفست، ممكن أجيب الإرث الممحاة وأقوم جاي ماشي عليه كده فبيتمسح خلاص مش عايزه، عشان تبقى فاهم يعني، لكن أنا هستخدمه كدليل يساعدني. طيب انا عاوز اعمل سور على قطعة الارض بتاعتي دي، خلاص الارض بتاعتي انا مش عاوز اغير فيها، عايز اعمل سور، فهطبق امر اللي اسمه اوفست. مش انا عندي ايدج للارض حدود كده؟ طيب لو اخترت الامر اللي اسمه اوفست وجيت هنا كده اهو ابتدى اهو ايه يلقط لي اون ايدج، الاوفست بيتطبق على ايدج، فكده اي حتة من الايدج ادوس واسحب للداخل فخد لي ايه الحدود بتاعت الارض بتاعتي ان انا اقدر اعمل منها اوفست، وبيديني هنا قيمه. السور بتاعي انا عايز اعمل الثيكنس بتاعه 40، هسحب انا كده واقوم كاتب بوينت 4 وادوس انتر. بصوا كده ايه اللي حصل، خد لي من الايدج ده 40 عشان يعمل لي السور. جميل، هعمل ايه بعد كده؟ هقوم رايح على امر بوش وبول اللي احنا عرفناهم المرة اللي فاتت، واجي بين الخطين دولت، مش هاجي جوه هنا، هاجي بين الخطين دول واقوم دايس وساحب لفوق كده عشان ايه يخلق لي او يصنع لي السور. الارتفاع بتاع السور انا عاوز اعمله قد ايه؟ في هنا قيمة الديستانس بتاعه، انا عاوز اقول له اعمله لي 3 متر وانتر. جميل قوي، خلصنا السور اهو، ما خدناش اي حاجة، عملت اوفست من حدود الارض استغلتها وكده. حتى لو عملت هنا برضو اهو بوش وبول اقدر ارفع الكلام ده، لكن انا مش عاوز. تمام، هو عمل تراجع لكله، يبقى انا كده قدرت اعمل السور. جميل، هو ده المبدأ اللي هنمشي بيه، ان انا ارسم سكتش واعمل بوش وبول وادوات اللي تساعدني. في حاجة ناقصة، محتاج الكلام اللي انا عملته ده بقى ابدأ اركز شوية. مش انا عملت ارضية اهي، الارضية دي انا ولا حطيتها على ليرز ولا اي حاجة لو انا مش عايز اشوفها بعد كده. خلينا نطبق الكلام اللي قلنا عليه قبل كده، اني مثلا محتاج افتح هنا اول حاجة لير، هطبق بقى الكلام اللي قلته قبل كده اللي هو انشاء طبقات واحط المجسمات بتاعتي على طبقات. مش بس كده، الحاجة اللي تستدعي اللي
اخليها جروب، اخليها جروب تمام كده. يعني قطعة الارض دي لو عملت دبل كليك انا كده سلكت عليها كلها تمام. اعمل سلكت، ممكن اقول له ميك جروب، بيمسك لي الفيس والايدج بتاعها، ميك جروب تمام كده. يبقى انا دي جروب واحد اللي هي الارضيه، بدليل ان لو عملت موف اهو وحركت هيجيبها لي كلها. ادي اول حاجه مثلا. مش بس كده، عايز اخلي الارضيه دي على طبقه. هفتح هنا لير، ما عنديش لير، هنشئ واحد جديد، اديت لير، ادوس كده هسمي بالعربي، هنقول قطعه الارض تمام كده، اسم اللير كده، انتر. وعايزه يا سيدي اي لون يعجبك، اي لون يعجبك مثلا، خليها كده اوكي. خلاص عملت طبقه جديده سميتها قطعه الارض. وبعدين اعمل سيلكت على الارضيه واروح افتح حاجه اسمها انفورميشن انتيتي او انتيتي انفورميشن، فبيقول لي الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكشن دي مساحتها، وبيقول لي تبع انهي طبقه اللي هي الديفولت. لا انا عاوزها تبع الطبقه اللي اسمها قطعه الارض. ادوس في اي حته، اجي ادوس على قطعه الارض بتاعتي بقت تبع اللير ده، وبيقول لي بعض معلومات عنها ان هي كذا. خلاص وخليتها جروب. بعد كده السور اللي انا عملته ده، مش ده ضلع وايدج او شيء مجسم؟ لو عملت دبل كليك انا دلوقتي الارض عشان ما تلخبطنيش، لو انا مش عايز اشوفها او عامل كده قفلت الطبقه بتاعتها. خدت بالك؟ انا عايز بس اعمل سيلكشن على المباني اللي انا عملتها دي. ممكن اقف قدامها كده واقوم عامل سيلكشن كده واقوم باصص، هل انا مسكت كل حاجه؟ في ايه تاني مش عايز اشوفه؟ الدايمنشن ممكن اخفيه، ولو انا عايز اظهره تاني اي حاجه فيو اقول له هنا انهايد اول تمام. اجي هنا اظهر الارضيه لو عايز اتحكم في كل ده كده اخفي الارضيه. لكن انا دلوقتي انا عاوز احول الحائط ده لجروب، والحائط ده والحائط ده، بس مش هحوله الا لما نبقى نعمل فيه تعديل، يعني نفتح في الابواب والكلام ده. خلونا نطبق كده شويه حاجات على الحوائط دي. لو انا مثلا اعتبرت ان ده السور الامامي، هعمل فيه بوابه وهعمل فيه 4x4J اللي هو السور يعني الفنس، وهيعمل هعمل تحت مباني ومن فوق سور. انا عايز اقف قدامه، فطبيعي اروح ايه الفرونت، فكده بقيت قدامه. وهبدا اركز شويه ان انا اختار القلم هيساعدني. اجي كده انا عاوز السنتر، الضلع بتاع السور ده مثلا، ده الميد بوينت بتاعي، او عامل خط كده مثلا اللي هو بيبقى شكله كده. تخيل كاني عملت خط كده، وابص فرونت تاني، ممكن اركن ده شوية. الخط اللي انا عملته ده لو عايز اخد منه كوبي واحد تاني يبعد بمسافة ما، اختار موف، اجي مثلا من هنا ادوس كنترول واقوم داس بالماوس، فكده هياخد لي منه اوفست او كوبي. انا عايز مسافة تكون متر وعشرة، انتر كده. طيب عايز اعيد الكلام ده تاني، عاوز الخط ده اعمل واحد زي الناحية التانية، يا اما اخد كوبي من ده بمسافة متر وعشرة، او ده او ده 2.20 متر. وانا واقف على امر موف، اجي عند الايدج اللي فوق مثلا ادوس كنترول يظهر لي علامة موجب، اقوم ساحب كده. عايزه يبعد بمسافة كام؟ المسافة من النص من الخط ده لحد ده كانت 1.10 متر، يبقى دي ضعفها، يبقى كام؟ 2.20 متر. انتر كده. انا ضمنت ان ده قد ده وده في النص كده بالشكل ده، يعني كأن ده خط عمل خدت منه اوفست 1.10 متر، 1.10 متر، بس انا عملتها عن طريق امر موف وكوبي. وبعدين هكمل بالقلم الاسكتش ده، اجي اطلع فوق هنا من النقطة دي وامشي كده، ومن النقطة دي وامشي كده. ليه؟ هقولك. لو الخط اللي في النص ده انا مش عاوزه، بكل بساطة ممكن اختار الممحاة. انا بديك تطبيق بقى عشان نشوف هنعمل بالبرنامج. اخترت الممحاة دي، عايز امسح الخط ده ادوس عليه، او يا اما ادوس كليك شمال وافضل داس عليها واسحب كده لحد ما الدايرة بتاعت الممحاة عدت على الخط، اسيب ايدي مسح. خدت بالك؟ طيب ليه انا عملت كده؟ انا معتبر ده ان ده مدخل الفيلا. بعد كده لو جبت امر
بوش وبول، وجيت هنا اصبح ده وش وده وش وده وش اهو، بناء على السكتش اللي بعمله. لو انا دوست كده وسحبت لبره يبقى ده حصل لها اكسترود، لكن انا مش عايز اعمل كده، انا عاوز افرغ الحته دي. يعني معناها اعمل ايه؟ يعني اعمل بول او بوش، ولكن الوش ده مع الوش ده فهو هيفرغها. هو الفكره، هو البرنامج مش بيفتح. الناس فاكره انك بترسم ده مربع او حاجه وتعمل كده بوش وبول يقوم فاتح، لا هو ما فتحش. هو انت قلت له ان الوش ده اعمل له اكسترود او اعمل له بوش وبول لحد الوش التاني، وبالتالي بقى زيرو، بدليل ان انا لو عملت بوش وبول للداخل كده بمقدار السور لو كنتوا فاكرينه اللي هو 40، انا دلوقتي عملت عن طريق الخط المستقيم ده اوفست كده واوفست كده عشان عايز افضي الجزئية دي من السور واخليها اوبننج. لو انا عايز اكد اقوم جاي لافف ورا كده جايب القلم واخد من هنا برضو خط كده لونه ازرق، يعني بيأكد لي ان انا رأسي فعلا متوازي، وده اهو كده برضو ده بيأكد، بحيث اني انا لو مش عايز الخط بقى اللي في النص خلاص ساعدني اختار الممحاه، وانا داس لسه كليك شمال عامل هولد او مسحب ايدي بقى لونه ازرق اسيب يعمل كده. بعد كده انا عايز افضي الجزئيه دي اختار الاداه اللي هي بوش وبول. هي الاداه دي مش بتفضي، هي بس انا هقول له ان الوش ده كله ايا كان الحته دي او الحته دي هعملها بوش وبول لحد الوش ده فهتتفضى، واخد بالك؟ فلو دوست كده وسحبت كده بصوا ايه اللي حصل، انا فهمته ان الوش ده يعمل بوش وبول لحد الوش ده فبقى بالشكل ده فاضي. تمام، تاني اندو، انا جبت الاداه اللي اسمها بوش وبول، بص كده عشان ابقى ذكي بقى، هو عنده سناب بيلقط بيساعد في اوامر التعديل دي. انا هنا على الوش اهو اللي بيأكد البري سيليكشن اللي هي النقط البسيطه دي، دوست وقمت ساحب لجوه او ساحب لبره مكبره، لكن وانا بسحب لجوه قمت طالع بالاداه دي لحد الايدج ده، اون ايدج، اون ايدج اللي هو جوه، اللي هو جوه هنا ده. تمام، فلما طلعت كده وقمت دايس بصوا ايه اللي عمله، هو خد الوش واداه لحد الوش التاني فبقى فاضي، فعشان كده قدرت استخدم الاداه دي اني افرغ بيها. هي الاداه دي مش بتفرغ، الاداه دي بتعمل يا اما بوش وبول، يا اما دفع يا اما سحب، يا اما للداخل يا اما للخارج، يا اما لاعلى يا اما لاسفل، فاستخدمتها في حاجه زي كده. مثلا مش هنلعب في السور لان السور لوحده حكايه، لو جينا نلعب فيه يعني نعمل وزره. احنا السور بتاعنا دوت عرفنا ارتفاعه اللي هو قلناه 3 متر لما جينا عملنا اوفست من الايدج. قطعه الارض اللي جوه بتاعتنا اهي، حدود المبنى بتاعتنا اهو متحدد، اختار هنا وارجع تاني ابص على طوب، لو متخيلين شكلها كده بصوا من فوق زي ما قلت لكم عشان انا خليت الكاميرا برسبكتيف، لكن لو خليتها بارلل بصوا الشكل هيفرق ازاي، انت كانك شايف الحيطان من الجنب. مش منطقي وانت بتبص من الطوب انك تشوف جنب الحيطان عشان هي دي كاميرا، لكن لو خليتها بارلل بصوا كده كده منطقي. حدود الارض بتاعتي هبدأ اعمل شكل بسيط جدا للحيطان الخارجية بتاعت المبنى بتاعي. طيب عندك كذا طريقة، يا اما اشتغل بالقلم، يا اما اشتغل بالريكتانجل، يا اما اشتغل باي حاجة تعجبني. خلينا نجرب كده الريكتانجل، لو جيت من النقطة دي هو كده مساعدني انترسيكشن اللي هو الخط المساعد الخفيف والخط ده، من هنا من الكورنال ده للكورنال ده ايه اللي حصل؟ عمل لي فيس، سطح، سيرفيس. لو عاوز اعمل الحيطان اخد برضو امر اوفست اللي انتوا عرفتوه بنطبق عليه، اجي من اي نقطة واقوم ساحب كده وهقول له الحيطان بتاعتي 25، بكتب تحت 25 انتر، فكده انا اخدت اوفست 25. اللي في النص ده انا مش عاوزه، ممكن اعمل ديليت. يبقى انا ايه اللي انا عملته؟ عملته مجرد خط وخط كأنه اوفست. عشان اعمل ايه برضو؟ علشان اختار الاداة اللي اسمها بوش وبول واجي هنا واقوم رافع ده اللي هو كأنه الدور بتاعي. فرضنا ده الدور الارضي على ارتفاع خلينا نقول ليه سلاملك، ليه درجات يعني في الاخر
خلينا نقول 3 درجات ب45، والدور كلير هاي 3 متر، يبقى 3 45، 3 45 و15، خليه يبقى نقول 63. يبقى القيمة اللي أنا هدخلها هنا تحت أكتب 3.60، بس يا رب تبقوا فاكرين معايا، وأنا أصلا أنا بنسى. لو فرضنا ده الدور الأرضي، يعني دي الحيطان الخارجية، خدت أي حاجة ما عملناش فيها أي اختراع، وإحنا قلنا إن هنعمل 3 درجات، يعني معناها ارتفاع 45. الأرضية دي كأنها زيرو، فأنا هختار الأداة هنا عشان أرفع، أصلا مفيش حاجة. لو أنتوا فاكرين أنا عملت، خلينا أبص من الطب، أنا عملت مستطيل وجيت خدت منه أوفست 25، وبعد كده جيت مسحت اللي في النص، خدت بالكم؟ طب أنا عايز أخلي اللي في النص دي أرضية، أقوم جايب القلم أو ريكتانجل وعامل كده من الإيدج اللي جوه، من الكورنر يعني للكورنر ده، فراح عامل لي إيه؟ خدت بالكم؟ عمل حاجة كده، بس عملها من فوق. بصوا السطح ده من فوق، لأ أنا مش عايزه من فوق، لازم أنا عاوز أعمل الأرضية بتاعتي من الداخل. لو جيت أجيب الأداة هبص مفيش حاجة برفعها لأن أنا فرغتها. هختار الريكتانجل من هنا لغاية كده مثلا، كده مثلا، كده مثلا، كده كده، أنا عملت مربع على هيئة سطح. لو جيت أجيب الأداة ودوست كده فهي بيرفعها. احنا قلنا ده الصفر اللي بره، ودي الأرضية بتاعت الدور. احنا قلنا 3 درجات، يعني معناها دي تترفع 45. انتر، تمام. لو خليت الشكل واير فريم اهو، بيبين لي ان البلاطة مرتفعة عن الارض دي من هنا لحد هنا 45، تمام. طيب كده انا بعمل الحوائط بطريقة تطبيقية. فرضنا ان انا عاوز افضي، يعني ايه عايز افضي؟ يعني فرضنا لو عايز اخلي دي فاضية ودي فاضية عشان يبقى المدخل واعمل فيه تشكيل. طيب ما علينا، خلينا نطبق برضو على الحوائط الداخلية. لو فرضنا ان انا هقسمها، بعد ما انا عملت الحوائط الخارجية انا عايز اقصف الفيلا بتاعتي او الشكل بتاعها. فرضنا ان انا عاوز اعمل شكل بسيط كده، لو اعتبرت ان انا عاوز خط اكس مثلا يساعدني، جبت القلم وخط عمل، عايز بس اعمل خط من النص كده، عايز ابقى عارف ان الحائط ده النص بتاعها. ولو فرضنا اعتبرت اني هخش كده، مش هجيب حاجة اعمل زيها، لكن خليني كأني اعمل تصميم بايدي. فرضنا انا عملت خط منصف للحائط ده كله، هعمل سيلكت على الحائط ده وهقول له موف من النقطة دي، هدوس كنترول وهقوم ساحب كده عشان ياخد لي منه كوبي بمسافة ما موازي المحور اكس اللي هو الاحمر اهو، لو واخدين بالكم انا موازي ليه. لو واخدين بالكم في خط هنا بيظهر داش لونه احمر، ده بيأكد لي ان انا موازي للمحور الاحمر ايا كان اسمه. والبعد ده انا عاوز اخلي مثلا ريسبشن او استقبال بعرض 1.5 متر، وادوس انتر كده مثلا. تمام، حلو قوي. وبما ان ده يبعد 1.5 متر من ده، يعني الازرق ده بيبعد من اللي في النص ده 1.5 متر، يبقى انا عاوز اخد موف وادوس كنترول من ده 1 يبعد بمسافة 3 متر. يبقى كده عملت نفس الحركة اللي عملتها هنا. اخرج من الامر، الخطوط دي مجرد مساعدة، خلي الخط اللي في النص. بعد كده الحوائط الداخلية انا عاوز اعمل الثيكنس بتاعها 12 سنتي، يعني ممكن برضو اختار الامر بتاع موف واخد من ده، بس قبل ما ادوس كنترول واقوم ساحب كده، خدت خط يبعد بمسافة 12، انتر كده. ليه انا بعمل كل ده؟ علشان معتبر ان دي شكل الحائط، لان لو جيت استخدم الامر اللي اسمه بوش بول اهو، لو جيت كده
ركز معايا، انت لازم ما تبقاش عامل سيلكشن على حاجه. انا دوست بره اهو، بعد كده اروح اجيب الاداه، وجيت هنا وقمت عند الخطين اللي انا عملتهم دول، وهقوم دايس كده عشان اعمل الحائط بتاعي. فهمت؟ انا نصفت الحائط الكبير بخط كده، خدت من الخط ده كوبي عن طريق امر موف وكنترول، وعملت متر ونص، ورجعت من الخط ده اخدت 3 متر، بما ان دي متر ونص يبقى الضعف بتاعها 3 متر. وبعد كده جيت عملت خط اوفست 12 بنفس طريقة موف وكوبي، عشان في الاخر ارسم الوش. يعني ايه الوش؟ ارسم الثيكنس ده بتاع الحائط. لما تيجي تعمل الحوائط ما تعملهاش من الارض وبوش وبول لفوق، لما تيجي تعمل الحوائط اعملها من الجنب، يعني بتتخلق على الحيطة مثلا كده زي ما انا عملت، وجيت عملت كده وقمت ساحب. ليه؟ عشان هوريك الفايدة. انا عملت كده مثلا، وليكن هعتبر ان انا مثلا اهو انا لسه ماسك ده، دخل هدخل من باب الفيلا كده، هلاقي على يمين جزئية تخص اوضة الضيف مثلا. طيب طولها كام او الطول بتاعها كام؟ لو انا عندي الطول كله 18، فانا هدي الراجل ده 6، هعمل طول 6 يعني. فانا وانا ماسكها يعني بكتب له هنا 6، فعمل لي دي تمام كده زي كده. طيب وبعدين بعد كده وانا لسه في الامر ده، لو دوست كنترول ظهر لي علامة موجب كده، ركز كده معايا، هقفلها تاني. بعد ما عملت الحائط بتاعي ده عن طريق السكتش اللي كان على الحائط اللي هو بعرض 12، وعملت الطول ده 6 متر، ركز معايا. لو جبت الأداة اللي اسمها بوش وبول، الأداة فاضية اهي قدام عينك لو شايف، أما لو دوست كنترول ظهرت علامة كده. دي فايدتها ايه؟ عشان اجي على الحرف اللي هو ده اللي هو الثيكنس ده، الثيكنس ده اللي بيبان مع الارتفاع، لما اجي عليه واقوم دايس بيقوم عامل لي حاجة تانية، سكتش تاني. طيب انا عاوز الحائط اللي هو جاي ده يلف كده، يلف كده يعني. فالحركة اللي انا عملتها ان انا دوست كنترول وانا مختار الامر ده عشان تعمل لي الحتة الزيادة دي اللي هي مقدارها 12 سنتي. انتر. ليه؟ عشان اجي بقى بنفس الأداة، خلاص أنا مش عايز كنترول، أجي من هنا وأقوم ساحب كده. بصوا كده بخلق إزاي الحيطة الجديدة، هي دي الفكرة الصايعة وطريقة الشغل بالبرنامج. تاني كنترول زد. دلوقتي أنا الحائط بتاعي ده رسمته على الحيطة أيا كان الثيكنس بتاعه قد إيه، وعاوز الحائط ده يكمل كده، يكمل كده، يقفل كده. فأنا اخترت الأداة بوش وبول ودوست كنترول، فظهر لي علامة موجب كده. جيت على الوش ده، على الوش ده، وقمت دايس كده وساحب، فعمل لي خط جديد سواء زيادة أو للداخل. ليه؟ أنا عايز ده يكون بمقدار 12 سنتي، نفس سكنس الحائط. انتر. فعمل لي الشكل ده اللي هي شكلها من فوق كده، ألعب فيها بقى زي ما عجبني، أطول دي براحتي لو أنا لسه سايب الكنترول. بصوا كده العلامة دي عليها موجب كده، لو دوست كنترول قفلتها، دوست كنترول فتحتها، دوست كنترول قفلتها. فالزيادة اللي أنا عملتها دي بالخط الجديد ده، بدل ما لسه أجيب القلم وأرسم ومش عارف إيه، دوست كنترول وقمت عامل الحتة الزيادة دي، وأقوم جاي على الخط ده أو مسحبه كده مثلا كده، ألعب بقى أشكل زي ما يعجبني كده. وليكن أنا العرض عندي 15، خدت منه 3، يبقى معناها عندي 12، 6 و6، يعني دي العرض ده كله 6 تقريبا، 5 منه. لو أنا قلت هعمل كده 6، خدت منها 2 متر، انتر، يبقى قدرت اعمل حائط 90. عايز اكرر الحركة تاني، اعملها ازاي هنا؟ انا عاوز اعمل عشان تبقى متخيل الطب، انا عامل الطول ده والطول ده، عايز اعمل كسرة كده وكده عشان استغل ان انا اعمل له حمام او حاجة.
ولا خلينا والله نعمل تغيير. لو اعتبرت ان انا هخش كده اكمل له دي واخلي له الحمام بلت ان، مفيش اي مشاكل. طيب خلينا اكمل الوش ده كده كده لغاية هنا. يعني بصوا كده، انا عايز اخلي الوش ده يكمل لحد الوش هنا، فطبيعي سحبت لحد الايدج ده فبقى بالشكل ده كده. جميل كده. بس قبل ما اعمل دي، ما انا زي ممكن ما قلت لكم استغل حتة زي دي. بص تاني هنعيد اللي احنا عملناه عشان نكون التسعين دي. ادوس كنترول واجي من هنا او مساحب كده بمقدار 12 سنتي الثيكنس، واقوم جاي كده او عامل كده. خدت بالكم؟ هعتبر ان ده عرض الحمام متر 60. انتر. هاجي هنا، هاجي هنا عايز اخلي الخط ده كده يكمل كده، وانا مختار الاداه وداس عليها كنترول، دوست كنترول او عامل كده وساحب زياده، اقول 12 انتر، واقوم جاي ساحب كده اللي هي يعني الوش ده كده لغايه هنا كده. كده هو فاهم لحد الفيس وبيقول لي 3.5 زي الفل، هيبقى حمام زي الفل. خلينا نبص من فوق اهو. انا عاوز اخلي من هنا باب، باب دخول، وهنا باب للحمام. فاستخدمت الطريقة اللي هي بتكمل لي عشان انجز، ماشي. وبعد كده بكل بساطة دخل الحمام ده كده مثلا. الطريقة دي لو صعبة قولولي، ولو سهلة قولولي عشان اكمل عليها. يعني الطريقة دي انا عارفها وبشتغل بيها كده مثلا. وبعد كده الزيادة بنضفها. يعني انت هتقولي ما هو فاصل، طب ما انا اقدر الغي دي اهو، اقدر انضف من فوق كده اهو. شفت كده كأني رسمت على الارض وعملت كده مثلا. لو انت شايف ان مثلا الخطوط دي مزعلاك اهي اهو، خليتها لك زي الفل دي اهي يا سيدي، عشان لو عايز لو اطلع لوحات تنفيذيه هيبقى شكل البلان نظيف كده. بص الحيطان متفتحه مع بعض اهي، نظيف كده. فدي الطريقه المثاليه ان انت تقدر تشتغل بيها. هنكررها تاني فهتفهمها اكتر، الموضوع بسيط مثلا. فانا عملت كده كأني دي اوضه ضيف ومعاها حمام. ممكن اعمل زيها الناحيه التانيه تبقى مكتب مثلا، وبعد كده الريسبشن والسلم والكلام ده كله. فدي افضل تطبيقات على البرنامج، ان انا ارسم مثلا الحاجات الاساسيه. تمام، حاجه زي كده. طيب هنا لو اعتبرت ان ده مثلا باب، طب انا عايز افتح، هو ده مش باب، هي دي لسه هنشكل فيها. انا بس ايه خليت كأنها لوبي بيوزع مثلا كده. هنا هعمل اوضه ضيف بحمامها، وهنا هعمل مكتب ايا كان، ودي خطوط بتساعدني. طيب خلينا نكرر الكلام ده الناحيه التانيه ونطبق كلامنا بطريقه سريعه. لو فرضنا الخط ده تاني اهو، انا رسمته عاوز اخد منه كوبي، هختار امر موف، اجي هنا عند الايدج اللي فوق او من النص او من اي حته تعجبك، خلينا من فوق، وادوس كنترول واقوم دايس بالماوس، هياخد لي خط منه. هقول له يبعد بمسافه 12 سنتي اللي هي الثيكنس بتاع الحائط بتاعي كده، اقوم خارج من الامر. اركز ان انا ما اكونش عامل سيلكت على حاجه، ادوس كده بره، وبعد كده اجيب الاداه اللي اسمها بوش وبول، واجي كده. انا ده الثيكنس اللي انا رسمته. لو جيت بالاداه هنا هقوم دايس كده وساحب اهو، بياكد لي. ولو انا عاوز الحائط بتاعي ده يبقى اكستندد لحد الحائط ده، مفيش اي مشاكل. هوريك حاجه كده لطيفه. انا اهو مش عايز احط طول، لو هغير هنا الطول بتاعه، لكن انا عاوز الحائط بتاعي ده يبقى مثلا ماشي مع وش الحائط دي. بص كده الحائط ده يبقى ماشي لحد الوش ده اللي هو الوش الداخلي. فوانا بعمل الامر بتاع بوش وبول اجي على الوش ده كده، فبيقول لي اون فيس، فالاتنين كده متساويين، الاثنين كده متساويين من جوه. من جوه انا ليه خليت الطول ده كله يبقى زي ده بالظبط؟ علشان لما اجي اعمل العرض ده، الحائط العرض ده فيه ثيكنس، فيه ثيكنس هيزيد ازاي؟ لما اجي عند الايدج ده وانا مختار الاداه بوش وبول، ادوس كنترول واقوم دايس هنا وساحب 12 سنتي، عمل لي الزياده دي. مقدار الزياده اللي انا عملتها دي عشان نفس الحكايه، اقوم عامل كده من هنا و انشئ حائط جديد. خدت بالك؟ عايز الحائط بتاعي الجديد ده يمتد لغاية الوش ده كده.
فهو كده فهم. بعد كده ارجع اجيب الممحاة اول باول، ولو ده مش عايزه، ولو مش عايز الخطين دول اهم، ولو مش عايز ده مثلا، يبقى رسمك نظيف. تبص من الطوب تقوم ماسح ده اهو، طريقة سريعة كده. بالتالي يبقى انا عايز مثلا كده، كأن الجزء ده كده، وبعد كده ممكن ارد ده لجوه، يبقى الباب مثلا كده صغير. هنا مثلا اعتبرت ان دي اوضه ضيف وده مكتب، وبعد كده هعمل هنا مثلا حمام يخدم ده، وبعد هعمل هنا بطاريه، وهعمل ده صالونات، وخلاص الموضوع مش صعب ومعدل. فرضنا ان انا مثلا هشتغل من فوق اهو، هاجي هنا انا عاوز اخد مسافه ما من الوش ده، من الوش ده، عشان اعمل كده حائط يبعد بمسافه ما. مش انا قلت لكم الاداه دي لازم تطبق عليها؟ تجيب ميجر تول، اختارها، تعالى عند الايدج اللي تحت ده، دوس كده واسحب. انت عاوز مسافة قد ايه لعرض السلم بتاعك او الحمام او ايا كان؟ انا عاوز المسافة دي وليكن تبقى مرتاحة 3 متر ونص. كتبت 3 متر ونص تحت ودوست انتر، فخدلي بالشريط كده. فكده عرفت بعد مناسب. هعمل ايه؟ هعمل في الجزئية دي حمام، وهعمل في الجزئية دي سلم، او العكس، مفيش اي مشاكل. بس خدت من الوش ده مقاس كده عشان ابقى عارف حدودي اللي انا هشتغل بيه. بعد كده هجيب القلم وارسم من النقطة دي مع تقاطع الايدج اللي تحت كده، فبيقول لي انترسكشن بين الخط ده والخط اللي تحت كده، واقوم طالع لفوق. انا مش متأكد ان انا عمودي، ايه اللي هيساعدني؟ يا اما زي ما قلت لك العب بالاسهم، يبقى انا هرسم في اتجاه اكس، او ادوس سهم لفوق، يبقى انا هرسم فعلا راسي كده، او ادوس سهم شمال، يبقى انا هرسم في اتجاه واي لو عايز اثبت القلم بتاعي. لكن انا عايز في اتجاه زد، يعني هدوس سهم فوق. فكده اهو من النقطه اللي تحت دي لحد النقطه اللي فوق رسمت السكتش بتاعي كده. ليه؟ علشان اخد من ده كوبي. لو ده مش عاوزه الخط ده تقدر خلاص، انا قست مش محتاجه، لكن انا هخليه لقطه ينفعني الناحيه التانيه لو عايز تمسحه يعني كده. لكن انا هتراجع كده عشان هينفعك، هتشوف الناحيه التانيه. انا بعد ما رسمت الخط ده عاوز اعمل ايه؟ الخط ده عايز اخد منه كوبي، او اعمل اي طريقه. ممكن اعمل بالقلم كده واقوم راسم على الارض 12 سنتي اللي هي الثيكنس، انتر، فواقف هنا اهو، واقوم طالع كده عامل خط تاني. طب انا مش متاكد، عاوز اعرف ان ده 12 سنتي، اجيب الاداه دي واقوم جاي واقف هنا وساحب كده، فبيقول لي 12 سنتي. ادوس بس واسحب وقف، ما ادوس تاني، بقيس يعني، فبيقول لي 12 سنتي. تمام، دي طريقه. فدي طريقه انك تتاكد بيها. طيب هعمل ايه؟ الخطين اللي انا رسمتهم على الحيطه ده بمسافه معلومه بتبعد من الوش ده مثلا، هجيب الاداه بتاعتي البوش والبول، واجي هنا. انتبه، هو عامل سيلكشن على حاجه، ما دام طلع لك النقطه دي، عامل سيلكشن على الارضيه. تدوس سيلكت ودوس بره في اي حته، خلاص مفيش حاجه متنشطه. اختار الاداه بتاعتك، اجي هنا. انا عايز الوش ده كده اهو، اقوم ساحبها لغايه انا عايزها تعمل اكستندد لحد وش الحائط ده اهو مثلا، اون ايدج او اي حاجه، او الوش كده اون فيس. فكده راح رابطها لي بالشكل ده. طب الحائط الكبير الفاصل ده انت ايه فايدته؟ علشان زي ما قلت لك انا هعمل هنا سلم، فلازم يبقى في حائط كده. هعمل هنا مثلا حمام خدمي مثلا عشان ينفع الضيوف اللي هيبقوا هنا، يخصوا الصالونات والطعام. وبعد كده الجزئيه بتاعت الريسبشن دي هلعب في الحوائط، اعمل كيرتن وول، اقسم، افتح شبابيك، هتبقى للدايننج والريسبشن، صالونات وطعام. طيب بعد اللي انا عملته ده، طيب محتاج نطبق بقى ازاي نفتح الابواب والشبابيك، او نفتح فتحات عامه، وبعد كده هنجيب البلوكات اللي تخص الابواب والشبابيك. طيب خلينا نتفق ان انا مثلا عاوز اعمل هنا الحته دي او الحائط ده، انا عايز افرغ من هنا واخليها غاطسه، اعمل ايه؟ طيب خلينا نجيب الاداه ونيجي من فوق كده. انا عاوز قلنا من الوش ده لو ده 25، لو الثيكنس ده 25 وانا عاوز 2 متر، يعني معناها اخد اوفست كده 175 بالاداه دي عشان ابقى على الارض بس، ومش عاوز ده اهو. وبعد كده اختار سيلكت، اسلك بره
وامسك الخط بتاعي واقوم عامل له موف واجي من هنا، اقوم نسيت اجي من هنا ادوس كنترول واقوم ساحب كده واقول له اعمل لي ده بمقدار 12 سنتي. ليه رسمت السكتش بتاعي على الارض ده كده كده؟ علشان اقول له اعمل لي بوش بول لدي كده تبقى قد دي. ليه؟ علشان انا مش عاوزها مع الوش ده، عشان عايز افتح دي، عايز اخلي الحائط ده يبقى غاطس كده. طيب هتخلص من الجزئية دي ازاي وافتحها ازاي؟ بكل بساطة اجيب القلم واجيب من هنا، مش انا عاوز انظف الحتة اللي جوه دي بس، هعمل ايه؟ طبيعي ان انا ارسم خط كده اهو وانزل بيه كده او اطلع بيه، في لقطة كانت بتساعدني، اجي برضو هنا اعمل خط كده وانزل تحت كده بيقول لي اهو من تحت، او في زي سناب بيساعدني ارسم الشكل ده كده. وبعد كده اجيب الممحاة، خلاص اللي في النص ده انا مش عايزه. بعد كده اجي اجيب البوش والبول، عايز اسحب الوش ده للوش اللي جوه عشان يفضي زي ما عملنا هنا كده، واقوم عامل كده فرح ما اتعملتش كويس، عايز اسحب الوش ده لحد الوش اللي جوه علشان يفضيه. اعملها ازاي؟ جبت الاداه بوش وبول واقوم داس كده على الوش وداخل لجوه كده، عملت كده كده مثلا اهي، راح مبين لي ايه الارتفاع بتاع الارضيه، فاكرينه؟ مش الارضيه اللي تحت دي عملنا لها ارتفاع كده 45؟ لا، امسك الممحاه انظف اللي انا مش عاوزه، ادي الخط ده مش عايزه مثلا، مش عايز اشوف كده، مش عاوز اشوف كده، مفيش مشاكل. كل الهدف ان انا عاوز اعمل الشكل بتاعي كده، وبعد كده هعمل الدرجات يعني بتاعتي. بكده اكون عملت التقسيمه دي. لو فرضنا عايز افتح اوبننج هنا مثلا، خلينا نجرب، هجيب ريكتانجل واجي من هنا مثلا كده، اقوم عامل فتحه كده، عملت ريكتانجل كده، واجيب الاداه واقوم جاي هنا واقوم ساحب كده. ايه اللي حصل؟ فضهالي فضالي كده. وبعد كده ابقى اغير ابعادها، لو مثلا عاوز اكبر العرض كده مثلا كده مثلا، والارتفاع بتاعها هبقى اقيس واظبطه يعني باداه. بكده اكون طبقت شويه الاوامر الرسم والتعديل على شكل زي كده علشان اكمل مشروعي ويطلع زي ما انا عاوز. اتمنى ان يكون الدرس مفيد وتبقى عارف احنا استخدمنا الادوات ازاي. اشكركم لمتابعتكم والى اللقاء في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.